وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما غرقته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتصرف بكتابته القلم والقرطاس وتتجلى في هدائه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فالنور هذا الحبيب أول مخلوق برج في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأسياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأسياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعقدت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصل وبطن من صرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقى صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها ودمت أنشاؤها بمعونات الله محافظة على عك هذه الدرة وصونها. فحملته برعايات الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تسكو منه علما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروجه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم قيود قدره وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الشرق المرمين Oh,
Oh,
وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيج ألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله
موقن هذا المستور يبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحقوق ما على من اتم الله عليه النعمه من خواص الامه ان يحضر عند ورعه امه كنيسا لجناب المسعود ومشاركه لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيده مريم وسيده اسيا ومعهما من الحور العين وانقسم الله له من الشرف في القسمه الوافيه فاتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق سوح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Yeah.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. لقد اتصف صلى الله عليه وسلم بالمحاسن الأخلاق بما تليق أو كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، أوله بلا مكارم الأخلاق سبقا، أوسعهم للمؤمنين حلما ورفقا، فضوى الرؤوف لا يكن ولا يكن إلا معروفا، يخلق الإنسان لكم مستوي على المعنى الجيد. إجابه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاق الهيبة القومية التي ترتعد منها فرائس الأقياد من البرية. ومن مشرق به تعطرت الطرق والمنازل، وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل، فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البغية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحكيم وشانه، والعلى في مجده ومكانه، حصب عز القبط على مجدها، أخذت على جنسها بعينيه، وقد بسط القلم في كتبه ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أحسك عزة الأخلاق في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام رحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي وبركاته، وبذلك يصل ختمك كما يصل التقدير، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا.
تقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، في طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزر وولاه وظهر وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واقي شر المعتدين والظالمين، وبسوط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا من ذات خير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.